الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم معانا مجددا في شرح مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الوحدة الثالثة اللي بتتكلم على مكونات الغلاف الجوي، وهنشرح فيها الدرس الثاني اللي بيتكلم على غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر عامل أساسي من مكونات الحياة على كوكب الأرض. ليه؟ علشان ليه أهمية كبيرة جدا على كوكب الأرض، بس برضه ليه أضرار كبيرة. فعشان كده بنقول إن غاز ثاني أكسيد الكربون سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين يعني زي ما ليه أهمية ليه أضرار. طب إيه أهميته؟ أهميته هو أحد شروط عملية البناء الضوئي اللي بيقوم بها النبات الأخضر. زي ما أخدنا المرة اللي فاتت إن النبات الأخضر بيقوم بعملية البناء الضوئي. عملية البناء الضوئي دي هي عملية حيوية بيقوم بها النباتات أو تقوم بها النباتات علشان تكون الغذاء. بتاخد ضوء الشمس وبتاخد غاز ثاني أكسيد الكربون وبتاخد المية والأملاح من التربة علشان تصنع غذائها وبينتج غاز الأكسجين. يعني لولا وجود ثاني أكسيد الكربون ما كانتش عمليات البناء الضوئي تمت، لان دي شروط ثلاثه لازم تبقى متوفره عشان النبات يقوم بعمليه البناء الضوئي. من ضمن الشروط ديت وجود غاز ثاني اكسيد الكربون. فثاني اكسيد الكربون شرط اساسي من شروط عمليه البناء الضوئي اللي بتقوم بيها النباتات. طيب لو ما كانش موجود مش هتقوم النباتات بعمل غذائها، هتموت وطبعا مش هيبقى فيه غذاء لكل الكائنات الحيه. فده أهمية غاز ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون له أضرار، إيه الأضرار بتاعته؟ زيادة نسبته في الهواء الجوي عن النسبة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا بيؤدي إلى اختناق الكائنات الحية وظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري دي معناها إيه؟ معناها ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض على المعدل الطبيعي. طب ده بيحصل ليه؟ بسبب زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. طب ليه؟ أنا عندي دلوقتي كوكب الأرض بتدخل له أشعة قادمة من الفضاء. المفروض الأرض هتمتص الأشعة دي وترجع تعكسها عشان تخرج من الغلاف الجوي تاني. لكن هنا بسبب وجود نسبة ثاني أكسيد الكربون الكبيرة في الجو بترجع تاني الأشعة دي لكوكب الأرض، بس بتبقى صورة أشعة تحت حمراء، والأشعة تحت الحمراء دي بيكون ليها تأثير حراري فبتسخن الجو. علشان كده بنقول بترتفع درجة حرارة الجو عن المعدل الطبيعي ليها، ودي بتعرف بظاهرة الاحتباس الحراري. يبقى دي أضرار غاز ثاني أكسيد الكربون، إن لما تزيد نسبته في الهواء الجوي بيؤدي إلى اختناق الكائنات الحية وظاهرة الاحتباس الحراري. لو جالي قال لي إيه هي ظاهرة الاحتباس الحراري؟ هقول له هي ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن نسبته الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا. ثاني أكسيد الكربون بيوجد في الغلاف الجوي في الصورة الغازية، يعني بيوجد في صورة غاز. النسبة بتاعته بتكون 3 من 100%، يعني نسبة ضئيلة جدا. بس النسبة الضئيلة ديت ايه؟ بنحتاجها طبعا علشان عملية البناء الضوئي. ثاني أكسيد الكربون بيتركب من ايه؟ بيتركب الجزء الواحد منه من 3 ذرات. ذرة كربون بتكون متحدة مع ذرتين أكسجين. يبقى أنا عندي دلوقتي تركيب ثاني أكسيد الكربون بيتكون من 3 ذرات. ذرة كربون متحدة مع ذرتين أكسجين علشان يدينا ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنرمز له بالرمز CO2. سي اللي هي الكربون، O2 اللي هما ذرتين الأكسجين. نفتكر المرة اللي فاتت أخدنا إن الرمز بتاع جزيء الأكسجين كان إيه؟ تمام، برافو عليكم، سمع حد بيقول لي O2. طيب خدنا الرمز بتاع غاز الأوزون،
تمام O3 ورمز الميه H2O. رمز جديد بتاع النهارده اللي هو بتاع ثاني اكسيد الكربون CO2، بتكون من ذره واحده كربون متحده بذرتين من الاكسجين وبيرمز له الرمز CO2. مصادر غاز ثاني اكسيد الكربون بيجي لنا منين؟ غاز ثاني اكسيد الكربون اول حاجه بيكون ناتج من نواتج عمليه تنفس الكائنات الحيه. الكائنات الحيه سواء انسان سواء حيوان سواء نبات بيتنفس بيستهلك الاكسجين وبينتج ثاني اكسيد الكربون. يبقى اول مصدر من مصادر ثاني اكسيد الكربون هو تنفس الكائنات الحيه. تاني حاجه احتراق المواد العضويه. المواد العضويه زي ايه؟ زي الفحم، زي الخشب، زي التبغ. التبغ ده اللي هو الماده اللي بتبقى موجوده جوه السجائر اللي هي التنافيت الصغيره دي، تمام؟ زي بنزين. كل ده لما بتحترق بتدينا غاز ثاني اكسيد الكربون. برضو في مصادر اخرى لغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هي تحمل الكائنات الحيه. لما الكائنات الحيه بتموت وبتتدفن بتتحلل بواسطه البكتيريا، بتطلع الميه اللي جواها وبينطلق غاز ثاني اكسيد الكربون. ممكن تاني ممكن كمصدر تاني اللي هو انفجار البراكين. لما البركان بينفجر بيخرج غازات، من ضمن الغازات ديت غاز ثاني اكسيد الكربون. عندي عمليات التخمر وهنعرف دلوقتي يعني ايه تخمر. عندي انتاج الكهرباء. انتاج الكهرباء دوت مسؤول على انتاج حوالي او انبعاث حوالي 40% من غاز ثاني اكسيد الكربون. عندي بعض الصناعات بتخرج او بتنتج عنها او بتنبعث عنها غاز ثاني اكسيد الكربون زي صناعه الاسمنت. صناعه الاسمنت ديت بتعتمد على سحق وتسخين صخور الكربونات زي مثلا الصخور الحجر الجيري او الطباشير، فعشان كده بينبعث غاز ثاني اكسيد الكربون. نيجي لاسباب زياده ثاني اكسيد الكربون في السنوات الاخيره. احنا اتفقنا ان نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو بتساوي 3 من 100%. لاحظ في السنوات الاخيره ان النسبه دي ابتدت تزيد، بس ابتدت تزيد زياده طفيفه مش بزياده كبيره، بس الزياده دي برضو مأثره على المناخ في كوكب الارض. طب ايه هي اسباب الزياده في نسبة ثاني أكسيد الكربون؟ أول حاجة احتراق البقول في المنشآت الصناعية. المنشآت الصناعية هي زي المصانع، علشان المصانع دي تشتغل بيحرقوا البقول عشان الآلات تشتغل، فنتيجة احتراق البقول في المنشآت الصناعية زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون. تاني حاجة احتراق البقول داخل محركات وسائل النقل والمواصلات. طبعا كل ما الزيادة السكانية بتزيد كل ما بتبقى نحتاج وسائل مواصلات اكتر، عربيات اكتر، فالزياده في نسبتها ديت بتخلي ايه؟ زياده انبعاث للايه؟ للغازات الناتجه عن احتراق الوقود، ده ادى الى زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون. تناقص المساحات الخضراء وازاله الغابات، بيقطعوا الاشجار الموجوده في الغابات علشان يعملوا بيها الاخشاب المهمله، فده طبعا لما بيقطعوا الاخشاب ديت او بيقطعوا النباتات ديت ده مصدر اللي هو المصدر الاساسي لعمليه البناء الضوئي، بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيطلع الاكسجين. فدلوقتي ده الثلاث حاجات دول اسباب زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون في السنوات الاخيره. لو جه سؤال قال لي علم زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي في السنوات الاخيره، هقول له بسبب الثلاث اسباب اللي احنا لسه قايلينها اللي هي تناقص المساحات الخضراء وازاله الغابات، زياده عوادم السيارات او احتراق الوقود في محركات وسائل النقل والمواصلات وادخله المسار. لو جالي سؤال قال لي علم تناقص المساحات الخضراء ضار جدا للبيئه، هقول له لان ده بيؤدي لارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون وارتفاع درجه حراره الارض وتناقص نسبه غاز الاكسجين طبعا اللي هو ايه؟ الناتج من عمليه البناء الضوئي. والاكسجين ده زي ما خدنا المره اللي فاتت هو لازم لعمليات التنفس واحتراق الغذاء داخل
الخلايا بتاعت جسم الكائن الحي. الكشف عن وجود غاز ثاني اكسيد الكربون، هعرف ازاي ان غاز ثاني اكسيد الكربون موجود؟ هعمل تجربه اكشف بيها عن غاز ثاني اكسيد الكربون وارجع لكم تاني. نشاط الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون، الادوات ماء جير رائق، كبس، شفاطه، هنضع القليل من ماء الجير الرائق في الكأس الزجاجي وهنبدأ بالنفخ لمدة دقيقة أو دقيقتين وهنشوف لون ماء الجير هيتغير ولا لا. بلاحظ ان لون ماء الجير تغير عند النفخ فيه. ماء الجير الرائق هو اللي بيستخدم في الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون، لان ماء الجير الرائق هو عباره عن مركب كيميائي اسمه هيدروكسيد الكالسيوم، لما بيمر فيه غاز ثاني اكسيد الكربون بيبتدي ان هو يتكون ماده اسمها كربونات الكالسيوم، وكربونات الكالسيوم ديت بتكون راسب ابيض ما بيدوبش في الميه. يبقى ماء الجير الرائق هو عباره عن هيدروكسيد الكالسيوم، اما ماء الجير لما بيمر فيه غاز ثاني اكسيد الكربون هو عباره عن كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء وتكون راسب ابيض. الكشف عن وجود غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء احتراق الشمعه، الادوات المستخدمه مخبار، شمعه، ماء جير، غطاء زجاجي، وكبريت. هنشعل شمعة ونضعها في المخبار ونقوم بتغطية المخبار بالغطاء الزجاجي. هنلاحظ انطفاء الشمعة، واحنا اخدنا قبل كده في درس غاز الاكسجين ان الشمعة بتستهلك غاز الاكسجين اللي موجود في المخبار عشان كده بتنطفئ. طيب لما بتنطفئ الشمعة بتبتدي تطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، هعرف منين ان هي خرجت غاز ثاني اكسيد الكربون؟ هضع القليل من ماء الجير الرائق في المخبار، هلاقي ان ماء الجير الرائق ابتدى ان هو يتعرق. يبقى هنلاحظ ان ماء الجير تعكر، يبقى الاستنتاج عندي هنا ان اثناء احتراق الشمعه بعد انطفاء الشمعه بيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون وتم الكشف عنه عن طريق ماء الجير الرائق. يبقى الاستنتاج ان بيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء تنفس الكائنات الحيه سواء انسان او حيوان او نبات، وثاني اكسيد الكربون بيخرج بعد احتراق الشمعه. بعد ما شفنا التجربه عرفنا ان بيستخدم ماء الجير الرائق للكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون. طب عرفنا ازاي؟ لاني اول لما مر غاز ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق لقينا حصل له ايه؟ تعكر. يبقى لانه يتعكر عند مرور ثاني اكسيد الكربون فيه. طيب هو ليه يتعكر؟ ماء الجير الرائق دوت الاسم العلمي ليه هو هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم دوت اول ما بيمر فيه غاز ثاني اكسيد الكربون بتتكون ماده جديده اسمها كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم ده راسب ابيض. الراسب الابيض ده ما بيدوبش في الميه وهو ده سبب تعكر ماء الجير اللي هو تكون كربونات الكالسيوم. تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل. تعالوا نروح نشوف تجربه تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل ونرجع تاني. نشاط تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل، الادوات المستخدمه جهاز تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون مكون من
درق سدادة بها فتحتين، فتحة بيمر منها أنبوبة والفتحة التانية بيمر منها قمع، والقمع دوت بيه صنبور، وده مخبار لجمع الغاز كربونات كالسيوم حمض الهيدروكلوريك المخفف. بنضع مسحوق كربونات الكالسيوم في الدورق وبنقفل بالسدادة وبنضع الأنبوبة في المخبار، مخبار جمع الغاز. وبنصب قليل من حمض الهيدروكلوريك المخفف في القمح بنفتح الصنبور بنلاحظ ان في تفاعل بيتم داخل الدورة، بيتفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع مسحوق كربونات الكالسيوم وبينتج غاز ثاني اكسيد الكربون، بجمعه في مخبار جمع الغاز. بيتجمع غاز ثاني اكسيد الكربون بازاحه الهواء الى اعلى، يعني اول لما بيجي ثاني اكسيد الكربون في القمع بيبتدي يزيح الهواء لاعلى. طب انا ليه هنا ما جمعتوش زي غاز الاكسجين بازاحه الماء الاسفل؟ لان غاز ثاني اكسيد الكربون بيذوب في الماء. طب انا دلوقتي ايه اللي هيعرفني ان موجود ان هو غاز ثاني اكسيد الكربون؟ ممكن اني اضع القليل من ماء الجير الرائق هلاقي ان ماء الجير الرائق حصل له تعكر، اتعكر. بعد ما شفنا تجربة تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل عرفنا ان ده الجهاز اللي بيستخدم في تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون، بيتكون من دوره زجاجي سداده، السداده دي مفتوحه طالع منها انبوبتين، انبوبه فيها قمع وفيه صنبور وانبوبه ثانيه متبعه حرف يو متصله بمخبار. بحط ان هو في القمع دوت حمض الهيدروكلوريك وبحط هنا كربونات الكالسيوم. اول لما بفتح الصنبور بينزل حمض الهيدروكلوريك على كربونات الكالسيوم بيتفاعلان وبينتج غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيمر وبجمعه هنا في المخبار، يبقى ده غاز ثاني اكسيد الكربون. بجمع غاز ثاني اكسيد الكربون بازاحه الهواء. ليه؟ علشان هو اتقل من الهواء. طب ليه ما جمعتوش بازاحه الماء زي ما استخدمنا في تجربه تحضير غاز الاكسجين؟ علشان ثاني اكسيد الكربون بيدوب في الميه. يبقى انا عندي دلوقتي لما هكتبها في صوره معادله هيبقى كربونات الكالسيوم زائد حمض هيدروكلوريك هيدينا غاز ثاني اكسيد الكربون. خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون، عشان نعرف ايه هي خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون هنروح نشوف نشاط ونرجع لكم تاني. نشاط خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون: رقم واحد، بنحضر مسحوق بيكربونات الصوديوم وقليل من الخل او عصير الليمون. بنضع قطرات من الخل او عصير الليمون على بيكربونات
الصوديوم، هنلاحظ حدوث فوران وتصاعد غاز. الغاز ده هو غاز ثاني أكسيد الكربون. نلاحظ لون أو ريحة الغاز المتصاعد. الغاز ليس له لون أو رائحة، أو ممكن تفتح زجاجة مياه غازية برضو لو لاحظنا اللون أو الرائحة مش هنلاقي الغاز ولا ليه لون ولا رائحة. يبقى أول خاصية إن غاز ثاني أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة. رقم 2، الأدوات المطلوبة: شمعة مشتعلة، مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون. الخطوات: هننكس المخبار فوق الشمعة، هنلاحظ انطفاء الشمعة لأن غاز ثاني أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. نحضر مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون، حط به ماء ملون، هننكس المخبار داخل الحوض، هنلاحظ ارتفاع الماء بنلاحظ ارتفاع الماء الملون في المخبار. هستنتج من ده ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيذوب في الماء، لذلك لا يحضر غاز ثاني اكسيد الكربون بازاحه الماء لاسفل كما حدث في غاز الاكسجين، لكن بيحضر بازاحه الهواء الى اعلى لان ثاني اكسيد الكربون بيذوب في الماء. الخاصيه رقم 5، الأدوات المطلوبة: مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون، شريط من المغنيسيوم. الخطوات: بنقوم بإشعال شريط المغنيسيوم، في المخبار المملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون اتكونت مادة بيضاء من أكسيد المغنيسيوم وترسب على جدار المخبار مادة سوداء من الكربون. يبقى بيستمر شريط المغنيسيوم مشتعلة وبتتكون مادة بيضاء من أكسيد المغنيسيوم وبيتكون مادة سوداء من الكربون على جدران المخبار. يبقى الأنشطة السابقة يمكن استنتاج خواص غاز ثاني أكسيد الكربون أنه غاز عديم اللون والرائحة، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، يذوب في الماء، أثقل من الهواء لذلك يتم جمعه بإزاحة الهواء إلى أعلى. عند تفاعله مع شريط المغنيسيوم بتتكون مادة بيضاء من أكسيد المغنيسيوم وبيترسب الكربون على جدار المخبار. بعد ما شفنا تجربة خصائص غاز ثاني أكسيد الكربون، عرفنا إن غاز ثاني أكسيد الكربون من ضمن الخصائص بتاعته أنه غاز عديم اللون والرائحة. تاني حاجة، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. تلاتة، يذوب في الماء لذلك لا يجمع بإزاحة الماء. أربعة، أثقل من الهواء لذلك بيجمع بإزاحة الهواء. خمسة، عند تفاعله مع المغنيسيوم شريط المغنيسيوم يتكون مسحوق أبيض وبلاقي فيه مادة سوداء ترسبت على المخبار أو الأنبوبة اللي أنا عملت فيها التجربة. المادة السوداء دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكربون. طب المادة البيضاء اللي اتكونت، برافو عليكم، اللي هي أكسيد المغنيسيوم اللي إحنا أخدناها المرة اللي فاتت. يبقى دي خصائص غاز ثاني أكسيد الكربون. نيجي لأهمية واستخدامات غاز ثاني أكسيد الكربون، هو مهم في إيه؟ أول حاجة اتكلمنا عنها خالص إن هو بيدخل في عملية البناء الضوئي اللي بتقوم بيها النباتات الخضراء، هو شرط أساسي لتكوين غذاء النبات.
يبقى دي اول حاجه. رقم 2 بيستخدم في اطفاء الحرائق. طب ليه؟ لان ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، علشان كده بنستخدمه في اطفاء الحرائق. رقم 3 بيدخل في صناعه العجائن والمخبوزات. ليه؟ لان لما بنحط الخميره في العجين بلاقيه بيخمر. يخمر يعني ايه؟ يعني بيصاب حاله تخمر. حاله تخمر معناها ان العجين ابتدى ان هو يزيد حجمه. اللي حصل هنا هو ان لما بيتخمر العجين بينطلق غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده لما بيتخمر العجين والعجين ده بيدخل يستوي، بلاقيه عباره عن ايه؟ بلاقي الخبز نفسه مسالك ان هو طعم حلو مستساغ الطعم. فهو اللي بيعمل على ايه؟ تخمر العجين، العجينه بتنفش. عشان كده بقى ليها طعم ايه؟ طعم مستساغ، وبيبقى العجينه مساميه. يبقى بيدخل في صناعه العجائن وصناعه المخبوزات. ايه كمان؟ بيستخدم في صناعه المياه الغازيه. بيستخدم في صناعه التلج الجاف. ايه هو التلج الجاف؟ التلج الجاف ده هو عباره عن غاز ثاني اكسيد الكربون بس موجود في الحاله الصلبه. ده بستخدمه في عمليات التبريد. طيب بحصل عليه ازاي غاز ثاني اكسيد الكربون الصلب ده في الحاله الصلبه؟ عن طريق ان ثاني اكسيد الكربون بحوله بزياده الضغط والتبريد بحوله الى ايه؟ الى سائل. بعد كده ببتدي ان انا اخفف الضغط فالسائل ده بيتحول الى ماده صلبه. يبقى انا بحول الغاز لسائل بزياده الضغط والتبريد، بخفف الضغط بيتحول الى ماده صلبه اللي هو التلج الجاف اللي بيستخدم في عمليات التبريد. لو جالي سؤال قال لي علم بتضاف الخميره الى العجين في صناعه المخبوزات، هقول له ايه؟ لتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء التخمر الذي يتمدد بفعل الحراره فيجعل الخبز مساميا مستساغ الطعم. احنا لسه قايلين دلوقتي ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيستخدم في صناعه المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ماء، سكر، غاز اكسيد الكربون ده في الماء. يعني هنا المشروبات الغازيه دي ما فيهاش اي مواد غذائيه خالص غير السكر، عشان كده بنسميها الاغذيه الفارغه. الاغذيه الفارغه دي او المشروبات الغازيه دي بتسبب العديد من الامراض، لان الافراط في تناولها بيؤدي الى الاصابه بمرض هشاشه العظام. تاني حاجه بيؤدي الى عدم حصول خلايا الجسم على غاز الاكسجين اللازم للعمليات الحيويه، عشان انا عمال ادخل الجسم ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون، واحنا عارفين ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده اساسا من ايه؟ الفضلات بتاعه الخلايا، يعني الجسم ما بيحتاجهاش، عشان كده بيخرجها في عمليه الزفير. فتخيل بقى انا عمال ادخل في الجسم حاجه هو مش محتاجها، فده بيؤدي الى العديد من الامراض زي الاصابه بمرض هشاشه العظام وعدم حصول خلايا الجسم على كميه اكسجين كافيه، وبديله كميات ايه؟ ثاني اكسيد كربون كتيره هو مش محتاجها. لو كان لي سؤال هيقول لي يطلق على المشروبات الغازيه اسم الاغذيه الفارغه، هقول له لعدم احتوائها على اي عناصر غذائيه ما عدا السكر. لو جالي سؤال قال لي يجب عدم الافراط في تناول المشروبات الغازيه، هقول له لانها بتصيب الجسم بهشاشه العظام. وهنا نكون خلصنا درس ثاني اكسيد الكربون، درس الثاني من الوحده الثالثه. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.